بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم صوتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل سيروم بذور نمو الشعر، أفضل سيروم طبيعي ممكن تستخدميه للعناية بالشعر. بيمنع تساقط الشعر وبيكثفه وبيطوله جدا، كمان بيكون علاج فعال للشعر التالف وبيحارب الشيب المبكر وقشرة الراس، وتقدري تستخدميه لشعر الأطفال بيكون آمن جدا في الاستخدام. كمان بيكون الحل السحري لترطيب الشعر الجاف والخشن والهيش. الوصفة دي بتكون مزايا بلا حصر. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. أنا هحتاج لبذور الحلبة، وبذور الحلبة دي بنجيبها من عند العطار، بتكون متوفرة وما بتكونش غالية خالص، وده بيكون شكلها. بذور الحلبة دي بتكون كنز من الفوائد لصحة الشعر. هي كمان بتسمى بذور نمو الشعر لأنها بتحفز بصيلات الشعر وبتمنع تساقط الشعر نهائيا، وبتعالج الشعر الخفيف وبتخلي شعرك ينمو بسرعة جدا. كمان بتعمل على تكثيف وإطالة الشعر وبتديله ترطيب ولمعان ونعومة هايلة. عمل الوصفة بقى، أنا هحتاج لمعلقة من بذور الحلبة. هجيب بقى كده طبق وابتدي بإضافة المكون الأول عندي في الوصفة، وهو معلقة كده من بذور الحلبة. أنا هحتاج لحبة البركة أو بذور الحبة السوداء، وده بيكون شكلها. حبة البركة بتجدد نمو الشعر وبتكون فعالة جدا في تكثيف الشعر وإطالته ومنع تساقطه، وكمان بتكون مفيدة جدا في منع الشيب المبكر. عمل الوصفة بقى، أنا هحتاج لمعلقة من بذور الحبة السوداء أو حبة البركة. بقى دلوقتي المكون التاني، هو معلقة من حبة البركة أو الحبة السوداء. أنا هحتاج لبذور الكتان، وده بيكون شكلها. بذور الكتان بتكون غنية جدا بفيتامين اي، وكمان بتقلل من افراز الزيوت في فروة الراس، فهتساعد على زيادة نمو الشعر، وكمان بتعالج الشعر التالف. كمان هي بتكون فعالة جدا في ترطيب الشعر وتنعيمه، وبتعالج تقصف الشعر، وبتمنع تساقط الشعر نهائيا، وبتعالج قشرة الراس، وكمان بتمنع ظهور الشيب المبكر. فوائدها بلا حصر للشعر. لعمل الوصفة بقى، انا هحتاج لمعلقتين من بذور الكتان. هضيف بقى دلوقتي على باقي المكونات مقدار معلقتين من بذور الكتان. دي المعلقة الأولى ودي المعلقة الثانية. أول خطوة بقى هعملها دلوقتي إن أنا هغسل البذور دي بالمية عشان أتأكد من نظافتها. غسلت بقى البذور كويس بالمية وصفيتها. بعد كده بقى بجيب برطمان من الإزازة، غسلته كويس جدا ونشفته، ويفضل كمان إن أنت تعقميه. بتحطيه بقى في كمية من المية المغلية تغطيه من كل الجهات، وبعد كده بترفعيه على فوطة وتسيبيه لغاية ما يجف تماما. وبكده البرطمان بيكون معقم ونظيف وهيحافظ على الوصفة من التلف. هضيف بقى دلوقتي البذور اللي انا غسلتها وصفيتها في البرطمان. هضيف بقى دلوقتي على البذور في البرطمان مقدار كوباية من المية المغلية. المية دي لازم تكون مغلية وسخنة جدا. هضيفها بقى دلوقتي على المكونات. هبتدي بقى كده، بسم الله. بعد بقى ما بضيف المية المغلية على المكونات بقلبها كده بالمعلقة عشان اضمن ان كل المكونات تختلط كويس مع بعض وتنزل فوائدها في المياه بشكل اسرع. شايفين حتى لون المياه ابتدى يتغير. بعد كده بقى بغطي البرطمان، والخطوه دي بتكون ضروريه جدا. حتى لو ما حطيتيش المكونات في برطمان وحطيتيها في طبق او في اي حاجه، ضروري ان انت تغطيها بالشكل ده. هسيب بقى المكونات منقوعه في البرطمان كده لمده ليله كامله. اثناء مده الليله الكامله دي بقى كل المكونات هتنزل كل فوائدها في المياه، والمياه هتاخد نفس خواص وفوائد كل المكونات دي. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما سبتها منقوعة لمدة ليلة كاملة. شايفين بقى لون المية اتغير ازاي واخد كل فوائد المكونات اللي موجودة في المية. الخطوة بقى اللي هعملها دلوقتي ان انا هاخد كل المكونات دي وهرفعها في حاجة على النار، وهسيبها تغلي لمدة دقيقة واحدة بس مش اكتر من كده. اول ما تغلي مرة واحدة هرفعها من على النار. الطريقة دي انا بعملها بس عشان استخلص كل كمية جل بذور الكتان وجل الحلبة، ودي هتكون افضل طريقة اخرج بيها كل كمية الجل عشان استفيد بيها كويس جدا. انا غليت بقى المكونات على النار لمدة دقيقة واحدة وسبتها تبرد تماما. بسيب المكونات والبذور جواها لغاية ما تبرد. اوريكم بقى قوامها، شايفين بقى شكلها. هتلاحظوا ان اتكون كده جل، وهو ده المطلوب. عايزة اوريكم بس قوامها، نتيجتها هايلة. شايفين الجل. وبكده اكون استخلصت كل كمية جل الحلبة وجل بذور الكتان بطريقة حلوة جدا. دقيقة واحدة بس مش هتفرق خالص، لان احنا كنا نعاني المكونات فهتخرج الجل بسرعة جدا.
كمان ضروري جدا لما تغليها على النار تسيبي المكونات زي ما هي كده لغاية ما تبرد تماما. هجيب بقى دلوقتي مصفى سلك تكون ضيقة جدا وابتدي بقى اصفي المكونات دي، وتقدري كمان تستخدمي قطعة من القماش او الشاش، ده هيكون افضل عشان تعصري كل البذور وتستخرجي كل كمية الجل اللي موجودة فيها. هبتدي بقى كده اصفيها. بسم الله. ودي بتكون بقى كل كمية جل البذور بعد ما صفيتها، شايفين نتيجتها حلو وكمان قوامها حلو جدا. بعد بقى ما جهزت جل البذور بالشكل ده هتطبق عليه مكون واحد بس، هحتاج لمعلقة من زيت الزيتون، ويفضل انه يكون زيت الزيتون البكري لان زيت الزيتون البكري بيكون مفيد جدا للبشرة وكمان للشعر. هضيف بقى دلوقتي على الجل مقدار معلقة كبيرة كده من زيت الزيتون، وتقدري بقى لو شعرك جاف او هايش او خشن تضيفي معلقة من زيت جوز الهند، هيكون هايل جدا. او حتى تقدري تضيفي معلقة من زيت الخروع، برضو بيكون مفيد جدا لتجسيف الشعر ولاطالته. هخلط بقى دلوقتي معلقة الزيت كده مع الجل، وهتلاحظي انها بتدوب بسرعة جدا مع المكونات. وبكده خلاص الوصفة بتكون جاهزة للاستخدام، عملنا سيروم هايل للشعر. بالنسبة بقى لبواقي البذور اللي انا صفيتها دي، انا مش بستغنى عنها لانها بتكون مفيدة جدا، كمان بتكون غنية بالجل الطبيعي. بتضيفي عليها حوالي 2 أو 3 معالق من الحليب المجفف او حليب النيدو، وبتستخدميها كسكراب او كمقشر لكامل الجسم وللوجه، هتكون مفتح ومرطب هايل جدا ونتيجتها هتكون من اروع ما يكون. كمان هتكون علاج فعال للتجاعيد وللترهلات وللخطوط الرفيعة. هجيب بقى دلوقتي علبة نظيفة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها، وهضيف بقى فيها السيروم، والعلبة لازم تكون جافة تماما ويكونش فيها ولا نقطة من المية عشان السيروم ما يفسدش. كمان العلبة بالشكل ده سهل جدا استخدام السيروم على الشعر. وده بيكون بقى الشكل النهائي للسيروم بعد ما ضفته في العلبة. بقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه في التلاجة، بيكون صالح للاستخدام في التلاجة من 15 ل 20 يوم، بس يفضل ان انا اعمل كمية صغيرة واجددها باستمرار، ده بيكون افضل عشان احافظ على صلاحيته وفعالية المكونات. يبقى لطريقة استخدام السيروم، السيروم ده تقدري تستخدميه بطريقتين على الشعر. الطريقة الاولى ان انت بتاخدي من السيروم ده وبتدلكي بيه فروة الراس، وبعد كده بتغطي بيه كامل الشعر، وبتغطي بقى شعرك بكيس بلاستيك او بلاستيك غازي، وبتسيبيه على الشعر لمدة نص ساعة، فتقدري بقى تستخدميه قبل ما بتاخدي الشاور بتاعك، وبعد كده بتغسلي شعرك عادي بطريقتك العادية بالشامبو. دي بتكون الطريقة الأولى. الطريقة التانية بقى ان انت بتستخدميه كسيروم عادي لتسريح الشعر، بس بتستخدمي كمية بسيطة جدا لان السيروم لما بتيجي تستخدميه على الشعر بدون غسل لازم تكون كميته بسيطة جدا، وبتبعدي خالص عن فروة الراس، يعني بتحطيه على كامل الشعر من بدايته لغاية أطرافه، بس بتبعدي عن فروة الراس. تقدري بقى في الطريقة التانية دي انك تستخدمي السيروم بشكل يومي على الشعر، بس مع مراعاة ان انت لازم تغسلي شعرك خلال الاسبوع من 2 ل 3 مرات، يعني هتستخدميه بشكل يومي وهتغسلي شعرك خلال الاسبوع من 2 ل 3 مرات، وده بيكون كافي جدا للحفاظ على الزيوت الطبيعية لفروة الراس. وتقدري طبعا انك تستخدمي السيروم ده لشعر الاطفال، هيكون امن جدا في الاستخدام، وهيكون الحل السحري لتسريح شعر الاطفال خاصة ايام الدراسة بشكل يومي كل يوم بدون ما تستخدمي وصفات وتضطري انك تغسلي شعر الاطفال بشكل مستمر. الوصفة دي هتكون الحل السحري لتسريح وترطيب شعر الأطفال بشكل يومي. ومن أهم مميزاته خاصة للأطفال إنه مش بيكون ليه أي ملمس زيتي على الشعر، يعني مش بيخلي الشعر دهني ومزيت، لا بيخلي الشعر فريش جدا وبيبقى مظهره حلو وفي نفس الوقت بيرطبه وبينعمه جدا. السيروم ده بيكون فعال في تجسيف الشعر وإطالته، كمان بيعالج الشعر التالف، يعني لو شعرك ما بيطولش خالص السيروم ده هيساعد جدا على إطالة الشعر في وقت سريع جدا. عايزة أوريكم بس قوام السيروم، شايفين قوامه حلو جدا، قوامه تقيل مش خفيف خالص، نتيجته حلو، يعني مش بيكون تقيل لدرجة انه يبقى لزج او يكون خفيف انه يبقى سايل، قوامه حلو جدا. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.